السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل problem a variety of operations موجودة على دلتكس راوند سمر 2021 ديف 1 وديف 2. طيب يا ريت الاول توقف الفيديو وتروح تقرا البروبلم، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن، حاول فيها الاول مع نفسك وتعالى كمل. طيب هي البروبلم باختصار بيقول لك ان انت معاك رقمين A و B الاتنين initialized بزيرو، انت عايز توصل لرقمين اللي هم C و D عن طريق ان انت تعمل some operations على ال A وال B. طيب وفي الاخر هو عايز المينيمم نمبر اوف اوبريشنز اللي انت عملتها. طيب ايه نوعيه الاوبريشنز دي؟ اول حاجه هو مديك رقمين انيشلايزد في زيرو اللي هم A و B، انت المفروض تحولهم لل C وال D. طيب ايه الاوبريشنز اللي مسموح لك ان انت تقدر تعملها على الرقمين دول؟ اول اوبريشن ان انت تجيب اي رقم من عندك وليكن ال K وتضيفه على ال A وعلى ال B الاثنين مع بعض، او انك تضيف ال K دوت على ال A وتطرحه من ال B، او انك تطرح الرقم اللي انت جبته من عندك دوت من ال A وتزوده على ال B. بس اهم حاجة هو عايز المينيمم نمبر اوف اوبريشنز اللي انا اقدر اعملها بحيث ان انا اوصل للرقمين دول اللي هما ايا كان بقى ايه اليوزر هيدخل ايه، ديت الارقام اللي اليوزر بيدخلها وعلى اساسه هطلع له نمبر اوف اوبريشنز. ولو مفيش طريقة تقدر توصل بيها للرقمين دول ففي الحالة دي هتطبع سالب واحد. فانت لو جيت بصيت هنا على السامبل اللي هو مديهالك برضو ممكن تلقط منها حاجه. السامبل دي مهمه جدا ولازم تبص عليها في اي مساله وتحاول كمان ان انت تستخرج منها الحل. فلو جيت بصيت هنا مثلا على اول سامبل 1 و2 الاوتبوت بتاعه كان نيجاتيف 1. ليه؟ لان هو ما قدرش ان هو يوصل من 0 0 لل1 وال2 باي طريقه من الثلاث طرق دول، ففي الحاله دي طلع لي سالب 1. يبقى كده امتى هيطلع سالب واحد؟ هيطلع سالب واحد لما يكون في رقم اكبر من التاني بمقدار واحد. طيب لو جينا بصينا للتلاتة والخمسة، التلاتة والخمسة لو جيت جمعتهم على بعض هتلاقي ان الناتج تمانية، والناتج دوت عدد ايفن، ففي الحالة دي طلع لك اتنين. خلي بالك انت في الاوتبوت بتاعك مش هتطلع غير السالب واحد والزيرو والواحد والاتنين بس. طب احنا عرفنا امتى نطلع سالب واحد؟ الاتنين دي هو طلعها امتى؟ طلعها لما لقى ان السميشن بتاع السي والدي عدد even. لو جيت هنا على 5 و 3 نفس الكلام هيطلع لك 2. طب لو جيت على 6 و 6 خلي بالك بقى في الحتة دي ارقام متساويين، ففي الحالة ديت اول ما تلاقي رقمين متساويين هتطلع له واحد بس. ليه؟ لان مثلا من 0 0 لو انا اخترت ان ال K يبقى رقم 6 ففي الحالة دي هزود على ال A 6 وهزود على ال B 6 وبالتالي انا هكون عملت operation واحدة وخلاص. فانت كده خدت معلومة مهمة جدا من هنا، لو لقيت رقمين زي بعض في الحالة دي هيكون عدد الاوبريشنز واحد. طيب لو كان عدد من العددين دي وسي كان زيرو في الحالة ديت انت هتطلع له اتنين. تمام؟ يعني لو كان الدي بزيرو او خلي بالك من كلمة او السي بزيرو في الحالة دي انت هتطلع له اتنين. طيب لو كان زيرو زيرو ففي الحالة دي انت هتطلع له زيرو لان انا اصلا مش هقدر ازود ولا انقص ولا اي حاجة، فمفيش اصلا اي عدد من الاوبريشنز اللي انا عملتها في الحالة دي هطلع له زيرو. طب عايزين بقى نعمل امبلمنت للكلام ده. طيب هو مبدئيا بيقول لك ان هو يدخل لك التي، التي دوت هو عدد التست كيسز، وفي كل تيست كيس هيدخل لك رقمين اللي هما السي والدي، وفي الاخر انا عايز اطلع له النمبر اوف اوبريشنز. فخلينا نروح نكتب الكود. اول حاجة هنقول له انت تي وسي ان للتي، وهقول له وايل تي ماينس ماينس. كان في حد قبل كده سألني في الكومنتات يعني ايه وايل تي ماينس ماينس، انت كده بتمشي على كل التست كيسز. انت برضو ممكن تقدر تعمل فور انت اي ايكوال 1 الاي اقل من اور ايكوال التي والاي بلس بلس، هتأدي لك نفس الفانكشن. تمام؟ يبقى وايل تي ماينس ماينس بتمشي على كل التست كيس. في كل تست كيس انا عايز ادخل له رقمين، فانا هقول له لونج لونج السي والدي، وهعمل سي ان للسي والدي. تمام؟ طيب دلوقتي بقى هبدأ اكتب الكونديشنز بتاعتي. فاول حاجة انا قلت لو ان الرقمين الاتنين بيساوي زيرو ففي الحالة دي انا هطلع له زيرو، يبقى اف ان السي ايكوال ايكوال زيرو اند الدي ايكوال ايكوال زيرو. في الحالة دي اعمل لي سي اوت لزيرو، اعمل اند لاين بالمنظر ده، إلس اف لو كان الرقمين بيساووا بعض الحالة دي انا هقول له طلع لي واحد وسيب سطر. احنا قلنا لو كان المجموع بتاعهم even يعني دي بلس
c مودلس الاثنين ايكوال ايكوال 0، في الحاله دي c اوت 2، وهقول له else if بقى ان c بلس d مودلس الاثنين نوت ايكوال 0، في الحاله دي انا هطلع له نيجاتيف 1، وهي دي الحاله الوحيده اللي انا هطلع له فيها نيجاتيف 1 اصلا لو المجموع بتاعهم كان odd. لو جيت بصيت هنا 1 و2 المجموع بتاعهم 3، وبالتالي طلع لي نيجاتيف 1. طب في حاجه بس مهمه عايز انبه عليها، الترتيب دوت هو الترتيب الصح في الكونديشنز، عشان لو غيرت سطر كونديشن مكان التاني فممكن يعمل لك غلط في الاوتبوت. تمام، طب عايزين بقى نجرب الكود. 1 و2 طلع سالب 1 تمام، 3 و5 2، 5 و3 2، 6 و6 هيدينا المفروض 1، 8 و0 هيدينا 2، و0 و0 هيدينا 0. بس كده، شكرا جدا، سلام.